انت هتهزر هضحك بماما بيه هضحك بماما فلفل الاخضر وانت الفلفل الاخضر يعني هتعاقبيها ولا تسامحيها؟ انا هسامحها وانت عشان بس دي اول انا هسامحها وانا هعاقبك تعاقبيني انا فايز ايش ده والله يا بنتي انت حبيبتي انت حبيبتي والله حبيبتي بنتي دي حبيبتي طيب يا جماعه هنسامح مهنا المره دي ازيك يا سامح النهارده عاملين محشي كرنب وعاملين بانيه وعاملين ماسوره لحمه خروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبه بمناسبه ميلاد النبي. ربنا يعيد عليكم الايام بخير. ما تنسوش النهارده بقى تعملوا لنا لايك. انا النهارده عملت المحشي زي ما قلت لكم بعد الولاده قلنا هنعمل محشي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل اي حاجه يا جماعه صلوا على النبي كده يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. دلوقتي كل واحد نفس الكميه بس انا اكتر شويه. يلا مش مشكله. وهتحدي بقى على الكنتاكي واللحمه كل واحد ايه 4 قطع. ماشي يلا بسم الله. بتحدي على 10 دقايق ناكل مع بعض كده. يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل انت معموم؟ لا عايز كده. ان شاء الله انا هكسب المره ان شاء الله. لا انا لما البرد انا كسبت في وانا هكسب دي البرد يا مهنا. تعوز منديل؟ انا عاوزة تعطي روحك يا بقى في المناديل وانا هكون خلاص جديد. بص اصحابنا الحلوين ده المقرش يا سيدي ويالف يا سيدي تلميذيك يا مهنة الف هنا يا بهان. المحشي ده الواحد متخيله بقاله شهر. دي الموزه دي مش كانت موزه ليه؟ اه كل لحمة يدوب. لا انا بحب الفرخة بس. ماشي انا عاملة لك الفراخ وعاملة لك لحمة. كل من اللحمة عموما عاملة لكم الموزة دي. انت بتحبيها؟ 10 دقايق كتير. انا عاملها على الشبع خلاص. قصدي وقت قليل 10 دقايق. لا مش قليل. والله اللي يخلص قبل التاني بس مش بالكمية. لا بالكمية. لان النهارده اسمه كده. انت هتعرف حاجه ان انت هتخسر ولا ايه؟ ما عرفت تتكلمي ليه؟ ما بتكلم بس انا عايزه اكل عشان اكسب. على فكرة أنا اللي هخسرك. أصل أنا بقى يا جماعة الأصوات اللي أنتوا سامعينها دي. والله يا أصل أنا أصل أنا طيبين. تحدي ولازم أكسب فيه. هكسب بابا. نفسي أنا هكسب. لا، أنت مش كده في الخسر. ده. انا باكل اهو بس هي حاميه مع نار بس تاكلها حر صح. انا هاكل قبليكم. انت جاي على المحشي بس ولا عليك؟ والله ما لا على كله على اللحمه وعلى الفراخ وعلى كله. قريب من هنا دوني اللحمه دوني. لا كله ولا الموز عامله ازاي؟ بلا فهم فظيعه. Sí.
تزعل على المحشي؟ ولي يدود نحط حراد بيديد مون هذا مونة النوي؟ اه يا مون كل سنة وانت طيب قلت لأصحاب كل سنة وانت طيبين؟ سنة طيبين شطورة برافو عليك أكيد صح من الحيوان يجيبوا شبهنا شجعونا يا جماعة سبايسي ما انت انت اللي قلت يعني نعمل حاجة سبايسي بقى في البتاع مش بتاع حاجة انت مش تعمل مش مشكلة هكسر بل انت بتاكلي محشي احنا بناكل صح يا بابا؟ انا عايز اتكلم عشان اكسر اتكلم كده كل فيديوهات ماما اللي تكسب فيها لا ابوك اوقات بيكسب بس انا بصراحه عايز اكسب حسب انا عشان اتوقعت البولني اللي بحب اكتر حاجه هو اللي بحب اقولي كومنتات اللي بحب المحشي يقول لنا يا جماعه طبعا كل محدش كله بيحب المحشي هذا الشعب المصري كله وتحيا مصر يا ماما تحبيها؟ طبعا مصر أم الدنيا نشكر كل اللي بيدعمونا ومنوعات نونة نشكر جميع البلدان العربية العراق والأردن والكويت ومصر طبعا أم الدنيا كل الدول كل الدول عشان مش حد يزعل منا كل الدول اخواتنا في العراق تحيه لاهل العراق كلهم ان شاء الله ايش راح نعمل الدم العربية ان شاء الله كل قسم على فكره مش بتاكل محشي معي هخلص ابريكم ده اكيد الفن عندي شكلها لا شكلك انت اللي هتخسر معايا ماما لسه ابصي أنا لا أكثر أمين أمين طيقلك يعني شكلك كنت تعب مش عايز تسيب اي حاجه في البتاع كله بص على العظم ولا عايز عظم بس انا مش سايب اي حاجه خالص وانا لا سريع كله شجع الدكتور هنا يا جماعه واشترك في القناه اه لايك عشان ما تنسوش تعملوا لنا لايك والاشتراك وفعل زر الجرس اللي انا مستغرب له في تفاعل ما شاء الله على كل الفيديوهات ما شاء الله يعني بس اللي بيتفرج بينسى يشترك في القناه لا بالله عليكم ما تنسوا تشتركوا اه اشتركوا ببلاش يا جماعه مش هتخسروا حاجه بس نكبر بيكم احلى عيله في الدنيا كلها انتوا عيلتنا عيله تكبر يلا بابا كل يوم سامي ستي فيها اهو مش دعوه انا باخد سبايسي دي عشان تراكل اهو الحقصه جزار انت مش كنت حاجه معايا قدم لي حاجه بتاع سبايس كمان تفضل لا ده غلط
ماشي سنة حرة. طعمها حرة ليه؟ هو تعمل لك سبايسي شوية، زمان مش كنا الحرة. كل معايا يا بابا شنو بالله حسك انت سر اه عشان ناكل اه مش كلت يعني باكل اه ايه عيبتا لسه اه تريني انا هاكل ماشي وبعد انا هاكل بانيه. شفت لحم دي انا بحب الفرخة بس انا عاملة لهنا البانيه عشان خاطرها. خدي حتة ليه؟ مش بحب انا مصورة انا دي بتاعت مصورة. عشر دقايق مش هكف. لا خليها على السبعة واللي خلص لو انا مش قادرة بس انا هكمل. لا غدا اصحابي بس مش عارفة. نفسي انا اخر حتة في البنية ها. انا كسبت خلاص انا كسبت. ما عادش غدر لان خلاص اعتبر خلاص المحشي. ماما لسه احنا ها. انا باكل انا اللي رايح في الطبق. لا كمية دي اكبر اصلا. بعدين هنا اكلت ايه؟ هنا اكلت اربعة. انا اكلت يا بابا انا اكلت كله. كله لا مش هات يا ستي. يلا جيبي هنا اكلت يا ماما. دي اعتبر اللي انا اكلت. انا اكلت. انا اكلت. ناخد اني بقى. الصباح اخر حتة معايا بس انا كده البنيه. ما كده كمان البنيه ايه لا يعني احنا قسمنا قبل كده ماما المحشو مش ده لسه في محشو عندكم؟ لا انا خلصت الكمية بدون ما تقول بابا. بابا مش كل حاجة معانا في المحشي لسه بايظ بس المحشي. لا انا خلصت صبريكي اسحبنا حلوين وراكتو في الكومنتات من خلص اللي قبل والله هيقولوا خلاص خلاص اسحبنا حلوين كلهم كومنتات من خلص انا قلت هيا وانا ساعت مخلوهم هنا من هنا عكا طب انا خلصت لو بابا دوما انتعطيك يا بابا انا كنت انتعطي خلاص يعني ايه ممكن تقعد بابا اه مش كل معنى الكروب وما لش دعوة بقى انتو كده اللي اتنين خسروا وما تكسبت. يعني انا اللي هخسر اعمل عارف. باشا مندي تفضل يا باشا. ايه اصحابنا الحلوين نعاقب ام هانا بقى وانت هتهزر هتعاقب ام ماما بيه لك ماما فلفل الاخضر وانت فلفل الاخضر يعني اتعاقبيها ولا تسامحيها؟ انا هسامحها وانت عشان بس ده اول انا هسامحها وانا هعاقبك. تعاقبيني انا فايز ايش ده والله يا بنتي انت حبيبتي انت حبيبتي والله حبيبتي بنتي دي حبيبتي. طيب يا جماعه هنسامح مهنا المره دي وعدت ان شاء الله هيبقى في عقوبات جد بقى بعد كده ان شاء الله ان شاء الله. بس انا كده اعتبر اني اللي فزت كده. لا انت خسرت. انت اللي فزتي؟ طيب معلش يا جماعة يا رب تكونوا انبسطتوا معانا واللي يتفرج على الفيديو واللي يعجبه الفيديو يا ريت اشتراك اشتراك يا جماعة في القناة اشتراك واللايك يعني فيديو يجيب 5000 مشاهدة ولا 6000 لايك مش هتخسروا حياة وتشتركوا في القناة لأحلى جمهور في الدنيا دولتنا التانية ان شاء الله ان شاء الله واحنا مش هنكبر الا بيكوا انت بإذن الله بإذن الله توصلونا ان شاء الله بقى لل1000 مشترك يا جماعة على خير عايزين نشرب عقبال ما نوصل كده ناخد الدرع ال100,000 مشترك يا رب. اشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه.